اللي بانوا مع مرور الدورات دار كذلك تغيير المدرب اللي جا مدرب اخر اللي حاول يدير واحد الاستراتيجيه ديالو بوحدها كانت الفاصلة ما عندها علاقه مع الاستراتيجيه اللي كانت في البدايه الشيء اللي خلى ان الامور زادت اكثر سوق ولكن كنظن بان كان جا في الميركاتو في يعني السطر الاول جابوا حاولوا يجيبوا لاعبين في المستوى اللي حاولوا يعطوا اضافه من منطقه تاليوسي او بعض اللاعبين وروشتي وراسي وهذا فتره اللاعبين اللي في المستوى حاولوا يصلوا المكانه ديالهم وبان واحد التغيير ديال الفريق في الشوط الثاني فالفريق كان غادي على احسن ما يرام كما قلت لك ضاعوا بعض النقاط في بعض المقابلات الحساسه هي اللي خلات الفريق انه ينضغط في الدور الخامس. باش نرجعوا لتفاصيل اكثر اس ام اس ديال المستمعين 50 هذه السيتي لان الطريق كان الاعدائي محمد سامي ولادي محمد الامين ويوسف والاخ ديالي مهدي مهدي بن طالب والاسره ديالي كامله. بونجور سامي فيليسيتاسيون شابو سير عامري سان كرونت انترينور كذلك سي برزاق سيل فو بلي كيسكو لونترينور العامري رجوتي دو بلوس.